الشيخ حامد الفرج شيخ قبيلة الولدة في المنطقة بسوريا وحواليها. طبعا نحن من فترة أسبوعين روج النظام إلى وجود مصالحة في مناطق معدان والصبقة، وبعد ناس إلو طبعا لمحاولة جر عدد من الناس لإجراء هذه المصالحة، لكن في الحقيقة هذه عبارة عن اصطياد في المياه العكرة، عبارة عن در الرماد على اللحى، لأن المصالحة للمجرمين، المصالحة لمن ارتكب عمل مخالف يذهب لإجراء مصالحة. أما مناطقنا مناطق شمال السوري ليسوا مجرمين ولم يعتدوا على أحد. نحن عبارة قوات سوريا الديمقراطية حررت المنطقة من إرهاب داعش، لم تحررها من المناطق التي كان يسيطر عليها النظام، لم تهاجم مناطق النظام حتى نكون نحن مجرمين وما يريد النظام بثه في ذلك. طبعا هذه أجندة متفق عليها يبدو بين تركيا والنظام وروسيا حتى شريكة لذلك. احنا نتمنى طبعا من عشائرنا أن تنتبه لهذه القضية، وخاصة أنه يراد منها فعل يراد منه باطل، وأن من يجرون المصالحة أو من أجرم المصالحة حتى في درعا وفي ريف دمشق وفي دير الزور الآن يأخذونهم الاستخبارات ويعتقلونهم وينفذون بهم. لماذا؟ لأنه يوقع على وثيقة أنه أنا كنت مجرم وأعفى عني السيد الرئيس بالحرف الواحد يعني، وعدت إلى حضن الوطن، فصارت وثيقة تدينه يعني الإنسان اللي يروح يجري مصالحة. فنحن نقول لأهلنا جميعا لكل الناس، طبعا شعبنا رافض هذه المصالحة، شعبنا بكل العشائر وعلى الإطلاق رافض هذه المصالحات ويعرف الأجندة من ورائها. لكن بعض الناس الذين يحاولون أن يفتعلوا بلبلة في مناطقنا وخلل أمني من ورائها هم الذين قد يذهبون لإجراء هذه المصالحة. نحن حريصين أن نكون يد واحدة، نحن حريصين بكل العشائر وفي مناطقنا أن نكون مع قوات سوريا الديمقراطية، هذه القوات التي حررت الأرض وقدمت آلاف الشهداء حتى تم التحرير من إرهاب داعش. أين كانت المصالحات وأين كان النظام عندما كان داعش في المنطقة؟ أين كانوا؟ تركوا المناطق لداعش وهربوا إلى مناطقهم، وعندما جاءت القوات سوريا الديمقراطية وحررت هذه المناطق بدأوا يتحركون هم وتركيا بكل أسف، يعني كأنهم متفقين. هناك اتفاق من تحت الطاولة، الإعلام يبث أنه هناك خلاف بين النظام وتركيا، وهذا غير صحيح، لأنهم نحن نعرف أنهم متفقين والكل متفق علينا. لكننا نحن كعشائر وكقوات سوريا الديمقراطية ونحن متضامنين معها قادرين أن نحمي هذه المناطق التي نعيش عليها، وأن لا نسمح لأي أحد بأن يعبث بالأمن والأمان، وأن نكون يد واحدة حتى نحقق مشروع الأمة الديمقراطية الذي نريده، والذي هو المشروع الذي يعطي الحرية لكل أفراد الشعب ويحترم رأي كل إنسان، يحترم رأي الآخرين. ونحن طبعا أكثر من مرة كنا نعول على الدول الضامنة أن تتحرك لحل هذه القضية السورية، لكن يبدو أنهم مصالحهم مرتبطة مع استمرار هذه القضية واستمرار هذه الحرب في مناطقنا.
لكن لن يكون هناك حل في سوريا إلا بوجود مناطق شمال وشرق سوريا، إلا باعترافهم بإدارة ذاتية، إلا بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية. لأن نحن نسعى أن نؤمن كل شيء للمواطننا، لكن المواطن الذي يخون عيشنا المشترك ويحاول النيل منا لا مكان له في مناطقنا أبداً.